إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافاني الله وإياكم منها. أما بعد، عباد الله، فإنكم تعيشون هذه الأحداث وأنتم جزء عظيم منها، وهنا حينما تختلط الأمور، وحينما تترك الحليم حيرانا، وحينما لا يدري الرجل الحازم أقدامه خير له من وراءه، فلا عصمة يا عباد الله إلا بأن نعود إلى الله عز وجل عودا حميدا لا عودا لئيما. فهناك من يعود إلى الله عز وجل عود لا ينفعه يا عباد الله، كما زعم فرعون أنه تاب إلى الله عز وجل وأناب، ولكن هذه التوبة غير مقبولة، لأنها كانت توبة اضطرار بعد فوات الأوان. حينما أدركه الغرق فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل له: الآن وقد عصيت قبل، الآن فات الأوان. وعند الإمام الترمذي عليه رحمة الله أن جبريل قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في في فرعون مخافة أن تصيبه رحمة الله فهلك مع الهالكين، لأنه أراد أن يتوب بعد فوات الأوان. لكننا نريد توبة الكرام، إننا نريد أن يعصمنا الله سبحانه وتعالى وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي،
وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فطريق الفلاح وطريق النجاح والطريق أقرب طريق موصل إلى الله عز وجل هو قوله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فإنه ما امتلأت الأرض بالظلم والفساد ولا امتلأت بالشرور إلا بمعاصي الناس وإلا بتجرؤهم على ذي الجلال سبحانه وتعالى، وإلا بتسلقهم على أسوار هذه الشريعة رعاية لأعداء الله سبحانه وتعالى الذين سعروا البلاد وأرادوا مسخ أهلها، فلهم من عبدة الصليب على ناحية فيعرفون، ولا ظلوا كأهل إسلام يدافعون عن دينهم كما أراد الله سبحانه وتعالى. فكان من جراء هذا المسخ ما رأيناه يا عباد الله، وقد كانوا يحدثوننا قبل ذلك ويبشروننا بهذه الفوضى الخلاقة التي نعيشها الآن، فقد امتد بنا العمر حتى رأيناها شاهدة للعيان. وليس من ملجأ وليس من عصمة إلا اللياد بجناب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، فلا دنيا تقام لنا ولا دين يصلح لنا إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نراجع الخير وأن نندم على ما فرطنا وما قصرنا وما يعني أديناه إلى ما وصلت بنا هذه الأمور. فهذه هي أول النصائح التي أنصح بها نفسي وإخواني، أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. فلا أمريكا ولا اليهود ولا الدنيا بأسرها يستطيعون أن يحولوا ذرة في كون الله عز وجل من مكان إلى آخر، ولا أن يقيموا عبدا أراد الله عز وجل ارتكاسه وقعوده، ولا أن يقعدوا عبدا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتصب كالنخلة العظيمة كالجبل الأشم لا يتزحزح أبدا عن دين الله عز وجل. إننا ربما في غمرة الأحداث وربما في هذا الزخم الإعلامي غير المسبوق، أصبح الإعلام الآن يزلزل عروشا وكراسيا من تحت أقدام أصحابها، فربما في وسط هذا الأمر تحسب الحسابات وتقام المناظرات وكل شيء عندهم بقسطاس، لكنه ليس قسطاس الشرع ولا العدل، يدخل في روع عباد الله المسلمين أنه لا بد أن يأتي بالمرضيين من ها هنا أو من أولئك. فنقول جميعا يا عباد الله بملء قلوبنا وبملء أفواهنا بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن من أعظم الكلام بعد كلمة التوحيد أن يقول المسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد علم نبينا صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطوت الصحف. فيا عباد الله لابد أن نوقن بهذا المعنى، وإن لم نوقن به في شدتنا هذه فأنا يصل بنا اليقين إليه يوما من الدهر، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن هؤلاء في ملكوت الله عز وجل هو الذي يدبر أمرنا وأمرهم وسائر ما في كونه سبحانه وتعالى. فأنا أريد وأنت تريد وغيرنا يريد، ولا يكون في ملكه عز وجل إلا ما يريد. فلا بد أن نعتقد بهذا الكنز العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنز من كنوز الجنة
كما قال ذلك لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنصيحة الثالثة أن ديننا هو أعظم ما نملك وأعظم ما انطوت عليه النفوس، فلا بد أن نملأ قلوبنا بحب الإسلام وبتعظيم شعائر دين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، ولن يقبل الله عز وجل من الناس دينا سواه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي قلب موحد مسلم لله رب العالمين، خال من الشرك كبيره وصغاره يا عباد الله. فلا بد أن نحب هذا الدين، ولا بد أن نفزع إليه حينما تدلهم المدلهمات، وحينما تضيق علينا الحلقات، فإن متنا متنا من أجل هذا الدين. إننا نحب بلدنا نعم، ونحب أولادنا نعم، ونحب أموالنا نعم، ونحب مناصبنا نعم، ولكن هذه الأشياء لا تغني عنا أمام الله عز وجل شيئا. إن الدين وحده هو الذي يرفع العبد إلى أعلى عليين، وهو الذي يذهب به إلى أسفل السافلين. فلا بد يا عباد الله أن نحب هذا الدين، وأن نستمسك بأهدابه، أركانه وفرائضه وسننه ومستحباته، بل وما أباحه لنا الشرع في مثل هذه المواطن، حتى نتميز عن غيرنا، وحتى يعلم القاصي والداني أننا ندور مع دين الله عز وجل حيثما كنا وحيثما رحنا وغدونا. وهذه الأخبار التي نسمعها تترى منها هنا ومنها هناك، الذين كانوا يخوفوننا ويظلموننا ويعذبوننا ويطردوننا كل مطرد منها هنا وهناك، ويمنعوننا من الكلام ودعوة الناس حتى بالحكمة والموعظة الحسنة في مثل هذه الأمور، كنا أحن عليهم ممن كانوا يبسطون لهم، وممن كانوا يريدون أن يفسحوا لهم المجال. أين هم الآن؟ صاروا أعداء لهم، وأوقعوا العداوة والبغضاء بينهم، ولم تفلح هذه الأمور الدنيوية في أن ينفعوهم وقت محنتهم وشدتهم. وها هم يتوسلون إلى المشايخ أن يخرجوا على وسائل الإعلام ليهدئوا من خواطر الناس. ألستم أنتم الذين أغلقتم هذه القنوات الإسلامية مكرا منكم بخنق هذه الدعوة؟ فمكر الله عز وجل بكم، احتجتم إليهم فلم تجدوهم، لأن فاك هو الذي نفخ، وأنت الذي ركبت هذا يا عبد الله. يقال في هذه القصة أن رجلا جاء بقطعة من الجلد فنفخها، ثم ربطها وهو لا يحسن العوم وركبها، وأراد أن يعبر إلى الجانب الآخر، وفي وسط البحر وفي لجة الماء ثقب هذا الجلد وذهب هواءه، وكاد هذا الرجل أن يغرق. فهو يستغيث، ورجل وقف على الشاطئ فقال: يا داك أوكتا وفوك نفخ، فهذا هو الزرع الذي زرعتموه فاحصدوه، لن يغني عنكم من الله عز وجل شيئا. لكننا في مثل هذا الموطن أحن عليهم وأرأف بنا بهم من غيرنا، وإننا لنقف وندور مع الدين حيث دار. كانوا يؤججون العداوة والبغضاء بيننا وبين أهل الذمة، والحوادث تأتي منها هنا وهناك، والله أعلم بمن كان وراءها. فدارت الأيام دورتها، وصار هؤلاء الإخوة الذين كانوا يصفون ويسمون بأنهم أخطر أناس في مصر، بأنهم أهل الإرهاب، بأنهم الرجعيون، بأنهم الذين يريدون أن يعيدنا إلى الوراء ويحولون بيننا وبين هذه المشاريع الحضارية وهذه الأمور التي نقفز بها إلى العالم الأول، إلى متى سنظل في هذا العالم النامي؟ فبعد أن زالت كراسي هؤلاء الإخوة هم الذين دعاهم دينهم أن يحفظوا على الناس دماءهم وأعراضهم وممتلكاتهم. ليس أهل الإسلام وحسب، بل وأهل الذمة كذلك.
ولم نسمع إلى يومنا هذا بحادثة واحدة، مع أن الظروف مواتية، وليس هناك مانع يمنع لمن كان في قلبه غل أو حقد أو ثأر قديم أن يبديه في هذا الموطن، لكن دينه هو الذي يمنعه. فلذلك كنا من الناس أو للناس منذ قديم، ادعوا الناس إلى دين الله عز وجل، اتركوهم والإسلام هو الذي يهديهم حتى لا يشقون في دنياهم فضلا عن أخراهم، لكنهم أبوا إلا مذهب الشياطين، الدين أفيون الشعوب، فإنهم لا يريدون إعطاء الشعوب هذا المحرم، فكأنهم بزعمهم يمنعون عنهم هذا الضرر. عباد الله، فلا بد أن نعود إلى شرع الله عز وجل، ولا بد أن نحب هذا الدين من كل قلوبنا، لأن من مات على دين الله عز وجل عاش عليه. ولذلك يريد الإخوة تقاربوا، أرجوكم يا أخواننا تقاربوا 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 وأفسحوا لمن يريد أن يدخل. وهناك كلمة مأثورة عظيمة عن شيخ الإسلام والمسلمين رحمة الله عليه العلامة عبد العزيز ابن باز، حينما قال: من عاش لدينه فإنه سيعيش أو سيتعب كثيرا، من عاش لدينه فإنه سيتعب كثيرا، ولكنه سيعيش كبيرا ويموت كبيرا. فالحياة في سبيل الله أصعب وأشق من الموت في سبيل الله. ما أسهل أن تذهب فتقطع رقبتك ثم ينتهي أمرك وتكون شهيدا عند الله، أما أن يمد الله عز وجل بك العمر وأن تمتد بك الأيام وأنت تدفع عن هذا الدين وتزود عن حياضه وتدعو الناس إليه بعملك في خاصة نفسك وتدعو الناس إليه بما أتاك الله من البيان والعلم، فهذا والله هو الأمر الأشق. وكلما ازددت في الحياة في سبيل الله كلما رفع الله عز وجل به درجاتك وكفر به عن سيئاتك يا عبد الله. ثم بعد ذلك النصيحة الرابعة: الائتلاف يا عباد الله لا الاختلاف. إن الاختلاف مضرة ولا شك، فإن كانت في أيام الرخاء ربما احتملت، لأن أمر الناس لا ينفرط وعقدهم منتظم. أما أن نأتي في أوقات الشدائد والمح فتكثر خلافاتنا ونتناقر مناقرة الديوك الهندية، فهذا والله لا من العقل ولا من الديانة. فلا بد أن نكون عباد الله إخوانا، وأن نتراحم برحم الدين هذا الذي جمعنا الله عز وجل به وجعل كلمتنا واحدة، فإن ائتلفت هذه القلوب كانت الكلمات متشابهة متقاربة، وكانت الأفعال تصب كلها مصبا واحد، حتى يعز الله عز وجل هذا الدين ويخزي أعداءه من المنافقين والعلمانيين وسائر أعداء الدين. وأما إذا انفرط عقدنا وتنافرنا وأراد كل امرئ منا أن يكون أمير نفسه وأن يقول ما يحلو له بغض النظر عن مصلحته أو مفسدته، فهذا والله ليس من الديانة وليس من الإنصاف، وإنه لنذير شر لمن يفعل ذلك، لأن في هذا ضياع الدين وضياع شوكة أهله. لماذا لم يدع عموم الاتجاهات السلفية إلى هذا الأمر؟ دعيت كل الأطياف أن تقول مطالبها، وهناك مفاوضات تجري على قدم وساق، لأنهم ليس لهم كبير يقدمونه، وليس لهم اجتماع وكلمة واحدة يتعامل الناس مع القيادات. هؤلاء الشباب بالملايين في ميدان التحرير، يصعب على أي سياسي مهما أوتي من القوة والذكاء والحيل الميكافيلية أن يصل إلى الماذا، لأنهم ليس لهم كبير وليس لهم قيادة تتكلم باسمهم. هينزل يتكلم مع 2-3 مليون؟ فهكذا يا عباد الله يضرنا غاية الضرر أننا في وقت الرخاء لم نتفق، وها قد جاءت المحنة فلم نتفق أيضا. قد يقول قائل: هذا من الخلاف الذي يسعنا فيه الخلاف، لكن هذا الأمر ليس بالصواب،
وإن الصواب أن نأتلف وأن ينزل بعضنا على رأي بعض. على الأقل أهل البلدة الواحدة يجتمعون، أهل البلدة الواحدة يقومون بهذه الفروض الكفائية من حماية ممتلكات الناس وأعراضهم ويعني مداواة مرضاهم والقيام على المساكين والأرامل واليتامى وغير ذلك مما هو معلوم أن الدولة الآن لا تستطيع يعني مؤسستها أن تقوم بهذا الأمر. فهذه دعوة مني ومن إخواني جميعا من الذين يحبون لهذا الدين النصرة ومن الذين يريدون لهذا الاتجاه الذي نعتقد أنه أقرب الاتجاهات التي تطبق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليست تقدم ما يسمى بمصلحة الدعوة حتى تقفزها هنا أو هناك. إنهم يريدون عودا حميدا للناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا يطلبون التمكين من غير أسبابه، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن ذلك: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالتمكين لا يراد لذاته وإنما يراد لغيره، فهو وسيلة لا غاية عباد الله. وكثير من الناس يريد القفز إلى قمة الهرم دون أن تتحقق أسباب التماسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، ينبغي أن نكون على قدر المسؤولية. كثير من شبابنا لم يعاصر مثل هذه الأحداث، لا أثناء دراسته ولا بعد تخرجه ولا غير ذلك، فهذا أمر ونازلة لم يسمع بها كثير من إخواني الحضور، فلا بد أن نتعلم منها الدروس والعبر، ولا بد أن نكون على قدر هذه المسؤولية. ومن يدري أن أحدنا سيكون في موطن سدة الحكم مثلا، أو توكل إليه مسؤولية عظيمة من المسؤوليات التي يتعلق بها كثير من حقوق عباد الله عز وجل، فلا بد أن نهيئ أنفسنا وأن نعد العدة الصحيحة لهذا الأمر. والأمر محصور في قوله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد من القوة العلمية التي تبين أن هذا الرجل قد اتصف بهذه القوة، فهو يدري ما يدور حوله ويدري هذه الأمانة التي يستطيع القيام بها، ثم عنده طاقة وقوة على البذل وأن يؤثر مصلحة الإسلام والمسلمين على مصلحة نفسه الخاصة. فلا بد أن نتهيأ يا عباد الله، ولا بد أن نستغل هذه الأمور والظروف مواتية حتى تكون لنا كلمة صدق في هذا البلد، بأن ندعو الناس جميعا إلى تحكيم شرع الله، وإلى أن ننبذ هذه الشعائر والشرائع الجاهلية الطاغوتية التي أثقلت وأشقت عباد الله في هذا البلد وغيره من ديار المسلمين. ولازلت موقنا بحمد الله عز وجل منذ عقلت أن أي خير يراد له أن ينتشر في ديار المسلمين يبدأ من مصر، وأن كل شر يراد له الانتشار أيضا يبدأ من مصر. فهذا البلد جعله الله عز وجل قبلة للناس يذهبون به في الخير أو يذهبون به في الشر، ولا أقصد القبلة التي نستقبلها في الصلاة. ولذلك حينما أراد أعداء الله سبحانه وتعالى أن ينشروا غزوهم الفكري ركزوا على بلدين عظيمتين من ديار المسلمين، ركزوا على مصر باعتبارها القلب النابض للدول العربية جميعا والإسلامية، وركزوا على عقر دار الخلافة فأفسدوهما أيما إفساد. ولكن يأبى الله عز وجل إلا ما أراد،
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنحن يا عباد الله نريد أن يكون لنا موقف صادق يشهده الله سبحانه وتعالى وتسطره الملائكة في مثل هذه الأحداث الملمات التي نزلت ببلدنا، أننا لم ننجرف وراء عواطفنا ولا وراء حماساتنا، ولكننا وقفنا تحت راية الشرع لا غيره، وقفنا نريد الإسلام لا دونه، وقفنا نريد تحكيم شرع الله عز وجل. وإن فاتت مصالح دنيوية بزعم الناس الذين يلهثون ويريدون أن يأخذوا شيئا مما يسمى بهذه الكعكة العظيمة الآن، لكننا ندور مع مصلحة الإسلام، وإن أخطأنا في شيء فحسبنا أننا قد اجتهدنا فيه، ونحن أهل للخطأ ولا شك لقصور علمنا، وهذا مما نقطع به ولا نستح من أن نقوله على رؤوس الأشهاد. فأن لنا بهذه الأحداث الجزام التي تلم بنا، وهي من النوازل العظيمة التي لو كان فيها جهابزة العلماء لاحتاروا وتوقفوا واحتاجوا إلى المشاورة وإلى المعاودة حتى ينجلي لهم الأمر يا عباد الله. فإذن لابد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولابد من أن ننبذ هذه الشرائع الجاهلية، ولابد أن نحب الإسلام، ولابد أن نأتلف ولا نختلف، ونجتمع ولا نتفرق، حتى تكون يدنا على أعدائنا، وحتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. وعلينا بالدعاء من قبل ومن بعد يا عباد الله، فإن الدعاء سلاح المؤمن، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. فإذا لم ندعوه سبحانه وتعالى في مواطن الشدة، فأنا أن نذكره بالدعاء جل في علاه في وقت الرخاء. فقد بين الله سبحانه وتعالى أن من جبلة ابن آدم أنه إذا أصابه الشر فذو دعاء عريض، فلا بد أن نلجأ إلى الله عز وجل، وأن نفزع إليه سبحانه وتعالى، أن يلهمنا رشدنا، وأن ينير بصائرنا، وأن يجلي لنا سبحانه وتعالى أمر هذه الفتنة حتى نحذرها ونقف الموقف الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا. فندعو في صلواتنا ونقنت فيها، وندعو في سجودنا وركوعنا وسائر أمرنا. فإذا دعا كل منا بما يفتح الله عز وجل عليه من الدعاء، فهذا خليق يا عباد الله أن تكثر دعواتنا ويتقبلها الله سبحانه وتعالى، ولا سيما من الضعفاء فينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فهذا ما أحببت أن أقوله، وعلم الله سبحانه وتعالى أنني ما أعددت لهذه الخطبة، ولا دار بخلد اليوم أنني أخطب، لكنها كلمات تركت نفسي لأقولها، فما كان فيها من حق فمن الله عز وجل وفضله ومنته، ولا زالت عطاياه تترى على خلق الله على معاصيهم، وما كان فيها من خطأ فأنا راجع عنه حيا وميتا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفره لي وأن يغفر لي ذنوبي جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، وألهمهم رشدهم يا قوي يا متين. اللهم اهدهم لما يعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم اختر لنا ما يليق بنا في حالنا هذا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا،
اللهم من أراد بلادنا بكيد فاجعل كيده في نحره حتى ينحر يده بنفسه. اللهم باعد بيننا وبين شياطين الإنس والجن يا رب العالمين، ولا تجعل لهم علينا سلطانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب يا ربنا مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأقم الصلاة.